السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى عدد جديد من برنامج الصحافة، والذي نتناول فيه الحدث الأبرز اليوم الذي عم على كل شبكات التواصل الاجتماعي، مواقع الإخبارية وكل الشاشات. إنه خبر الجابون والانقلاب الذي وقع فيها شهرا بعدما وقع انقلاب النيجر في المنطقة ذاتها الغرب الإفريقي، حيث الجابون في غرب وسط إفريقيا. نتناول معكم أهم العناوين التي وردت في الصحف العربية، ونبدأ مع صحيفة العرب التي عنونت: عسكريون يستولون على الحكم في الجابون بعد إلغاء الانتخابات، حيث شهدت الجابون انقلابا عسكريا مفاجئا إثر إجراء انتخابات رئاسية، حيث أعلنت مجموعة تضم نحو 12 من عناصر الجيش والشرطة في بيان تلي عبر محطة جابون 24 التلفزيونية من مقر الرئاسة إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية وإنهاء النظام القائم في خضم انقلابات تشهدها القارة الإفريقية. وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات أنهم بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى، قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم. أوضح هؤلاء لهذه الغاية ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 من الشهر الجاري فضلا عن نتائجها. وأضاف البيان: حلت كل المؤسسات الحوكمة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية، داعين المواطنين إلى الهدوء وتجديد التمسك باحترام التزامات الجابون حيال الأسرة الدولية. وقد وضع رئيس الجابون قيد الإقامة الجبرية محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة الخيانة العظمى. من صحيفة العرب إلى صحيفة الشرق الأوسط التي اهتمت بأهم موقف دولي يتعلق بفرنسا، التي تعد من أبرز الدول التي تدعم هذا النظام القائم في الجابون والذي أطيح به. فرنسا تدين الانقلاب في الجابون وتدعو لاحترام نتائج الانتخابات. أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفي فيرون اليوم أن باريس تدين الانقلاب العسكري الجاري حاليا في الجابون، مشيرا إلى أن فرنسا تراقب بانتباه شديد تطورات الوضع، مضيفا خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجلس الوزراء أن باريس تؤكد رغبتها بأن يجري احترام نتائج الانتخابات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية: وضع رئيس الجابون قيد الإقامة الجبرية محاطا بعائلته وأطبائه في حين أوقف أحد أبنائه بتهمة الخيانة العظمى. كما صرحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في وقت سابق بأن باريس تتابع الموقف في الجابون عن كثب، وذلك خلال إلقائها لخطاب أمام اجتماع للسفراء في باريس. إلى صحيفة العربي الجديد التي نقرأ في عنوان بارز لها: خارطة انقلابات غرب وسط إفريقيا خلال سنوات ثلاث. إذا نجح الانقلاب العسكري الذي أعلنت عنه مجموعة من العسكريين في الجابون اليوم، فسيكون ثامن انقلاب في غرب وسط إفريقيا منذ العام 2020، وهي منطقة خطت خطوات كبيرة خلال العقد الماضي للتخلص من سمعتها باعتبارها حزاما للانقلاب. وتدرجت زمنيا عبر انقلاب النيجر الأخير الذي كان الأحدث في شهر يوليو الماضي، في 27 من شهر يوليو الماضي، حيث قام أفراد من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم داخل قصره، وأعلنوا عبر التلفزيون استيلاءهم على السلطة لإنهاء الوضع الأمني المتدهور والحكم السيء للرئيس. بعدها إلى بوركينا فاسو التي جرى انقلاب فيها في كانون الثاني يناير جانفي عام 2022، حيث أطاح جيش بوركينا فاسو بالرئيس روك كابوري واتهمه بالفشل في احتواء عنف المتشددين الإسلاميين هناك. وفي غينيا أيضا في سبتمبر أيلول عام 2021، حيث أطاح قائد القوات الخاصة في غينيا هناك بالرئيس ألفا كوندي، وذلك بعد عام من تغيير الدستور للتحايل على القيود التي كانت ستمنعه من الترشح لولاية ثالثة، مما أثار أعمال شغب واسعة النطاق. وبعدها أو قبلها كانت تشاد عام في أبريل نيسان 2021، بعد أن تولى الجيش التشادي السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة، وعين بعدها نجده محمد إدريس ديبي رئيسا مؤقتا
للبلاد مكلفا بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا حتى إجراء انتخابات. وفي مالي في أغسطس آب قبل 3 سنوات من الآن في العام 2020، حيث قامت مجموعة من العقداء الماليين بانقلاب على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. جاء الانقلاب في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تدهور الأمن. أما موقع عربي 21 فقد اهتم بالموقف الغربي عامة والقلق الذي يسيطر على الساحة الدولية من هذا الانقلاب. قلق أوروبي من انقلاب الجابون وفرنسا تدعو لاحترام نتائج الانتخابات. في أول ردود الفعل على الانقلاب العسكري في الجابون على الرئيس علي بونغو، أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد سيناقش الوضع في الجابون وأن ما يحدث في غرب إفريقيا مشكلة كبيرة لأوروبا. أضاف متحدث أمام اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي بإسبانيا، إذا تأكد ذلك فسيكون انقلابا عسكريا آخر يزيد من الاضطرابات في المنطقة بأكملها. كما عبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن قلق بلادها إزاء الوضع في الجابون وتطلعها إلى عودة الاستقرار. إلى موقع مونتي كارلو الفرنسي الذي اهتم بعشر محطات رئيسية في تاريخ الجابون والتي آلت إلى هذا الوضع الحالي. إذن منذ استقلالها مرت الجابون بعدد من الأحداث المفصلية شكلت محطات رئيسية في تاريخ الدولة الغنية بالنفط والواقعة في غرب أفريقيا. فعقب الانتخابات الأخيرة التي شهدتها والتي فاز بموجبها الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة، أعلن ضباط من الجيش إطاحتهم به رافضين هذه النتائج. منذ استقلالها عام 1960 الجابون عن فرنسا في 17 من آب أغسطس انتخب اليوم مابا رئيسا للبلاد في شباط فبراير، وبعد 3 سنوات أطيح به في انقلاب قبل أن يعاد إلى منصبه بعد تدخل فرنسي عسكري. عام 67 بداية عهد بونغو توفي مابا عام 67 وخلفه نائبه ألبرت برنارد بونغو. أنشأ بونغو دولة الحزب الواحد التي تحكم بقبضة حديدية وتستفيد من استغلال النفط. اعتنق الإسلام عام 73 وغير اسمه إلى عمر بونغو. بصفته المرشح الوحيد جرى انتخابه رئيسا في الأعوام 73 و79 و86. جرى اعتماد نظام متعدد الأحزاب بعد الاضطرابات الاجتماعية وأعمال الشغب عام 90، لكن بونغو فاز في الانتخابات في عام 93 98 وعام 2005. توفي بونغو الأب في حزيران يونيو جوان 2009، وبعد انتخابات مثيرة للجدل في آب أغسطس أوت أدى أحد أبنائه علي بونغو اليمين الدستورية في تشرين الأول أكتوبر كرئيس للبلاد، ووافقت المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات. انتقدت المعارضة استبداد بونغو في عام 2010 وفتح المدعون الفرنسيون تحقيقا حول ممتلكات يملكها بونغو ورؤساء دول أفارقة آخرون في فرنسا. عام 2014 اندلعت أعمال عنف بين أنصار المعارضة قوات الأمن خلال مظاهرة محظورة تطالب بتنحي بونغو. وعام 2016 جرت انتخابات في مناخ داخلي متوتر، إذ واجهت الحكومة جبهات مختلفة، الاضطرابات ومشاكل ميزانية وانخفاض أسعار النفط. المنافس الرئيسي لبونغو حينها كان زعيم المعارضة جون بينغ، وهو دبلوماسي مخضرم ترأس ذات يوم مفوضية الاتحاد الأفريقي وشغل مناصب عليا في الأمم المتحدة. مع فوز بونغو بتلك الانتخابات اندلعت موجة هائلة من أعمال العنف المميتة. عام 2018 أصيب بونغو بسكتة دماغية أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، جرى نقله إلى المغرب لتلقي العلاج وأمضى فترة نقاهة لعدة أشهر. عام 2019 في كانون الثاني جانفي نفذ جنود منشقون محاولة انقلابية فاشلة. عام 2022 في مارس اتهم القضاء الفرنسي 9 من أبناء عمر بونغو بالفساد. وفي عام 2023 أبريل الماضي صوت البرلمان الجابوني على تعديل الدستور وتقليص فترة ولاية الرئيس من 7 سنوات إلى 5 سنوات، وانتقدت قطاعات من المعارضة التغييرات معتبرة أنها وسيلة لتسهيل إعادة انتخاب بونغو. إلى أن وصل المسار إلى تاريخ 30 من أوت
الحالية. صحيفة العربي الجديد ركزت على أن التاريخ أو أصل هذا الرئيس بونغو، حيث أنه كان وبدأ كمغني قبل أن ينال هذا المنصب كرئيس للبلاد. إذن المغني الشاب وريث والده، ولد علي بونغو باسم ألان برنارد بونغو في الكونغو قبل في العام 1959. كانت ولادته أيضا مثيرة للجدل، إذ انتشرت تولى والده عمر بونغو رئاسة الجابون في العام 67. كان الرئيس المطاح به اليوم في المدرسة بالمرحلة الابتدائية، تلقى تعليمه في مدرسة خاصة في العاصمة الفرنسية باريس. بعدها التحق بجامعة السوربون حيث درس القانون. نشأته خارج البلاد عرضته لانتقادات ودفعت بالكثيرين في الجابون إلى اعتباره دخيلا على البلاد. تغير اسمه من ألان برنار إلى علي واسم والده إلى عمر عام 73 بعد اعتناقهما الإسلام، واعتبر البعض هذا التحول وسيلة لجذب الاستثمارات من الدول الإسلامية. أظهر علي بونغو شغفا مبكرا إزاء كرة القدم والموسيقى، علما أن والدته باتيانس داباني كانت مغنية. وفقا لهيئة البث البريطانية البي بي سي، عام 77 أصدر ألبوما غنائيا كان يفضل موسيقى الجاز. بعد 4 سنوات من إصدار هذا الألبوم تحول إلى السياسة برعاية والده الرئيس. حينذاك تولى خلال تولي والده الرئاسة منصب وزارة الدفاع 10 سنوات، ثم وزارة الخارجية عام 89، لكن مهمته انتهت بعد 3 سنوات بسبب تغيير دستوري ينص على أن يتخطى عمر الوزراء 35 عاما، وقد كان حينها في 32. بعد وفاة والده عام 2009 فاز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 42% من الأصوات، لكن معارضيه عبروا عن شكوكهم مرارا إزاء شرعيته. خلال سنوات حكمه واجه بونغو اتهامات بالفساد، نهب الثروات الطبيعية والنفطية، كما اتهم معارضوه أفرادا من عائلته باختلاس المال العام وإدارة موارد البلاد كأنها ممتلكاتهم الخاصة. وليس ذلك غريبا على كثير من رؤساء المنطقة الإفريقية وبلدان عربية. إذن كانت هذه جولتنا الخاصة بالصحف العربية والمواقع العربية التي تطرقت لحدث الانقلاب العسكري في الجابون. مزيد من الأخبار، مزيد من التفاصيل والأحداث ينقلها لنا الزميل ناصر جودي، والتي يعرضها لنا في الصحافة الفرنسية. أهلا وسهلا بك زميلي ناصر، تفضل. أهلا بك أخت دلولة، وأهلا بمشاهدنا الكرام. وبدون إطالة نبدأ ببعض العناوين التي جاءت في الصحف الفرنسية وأيضا الصحف الدولية، ونبدأها بجريدة لو فيغارو. لو فيغارو عنونت كو ديتا او غابون علي بونغو l'héritier contrarié président depuis 14 ans. Le chef d'État gabonais élu pour la première fois en 2009 s'est vu reprocher depuis le début de sa carrière politique d'avoir hérité du pouvoir de son père, président du Gabon pendant 41 ans. Les activités du groupe minier français Eramé mises à l'arrêt. Le président Ali Bongo en résidence surveillée après un coup d'État. Malgré la richesse générée par le pétrole, la population reste plongée dans la pauvreté. UF Post. Un coup d'État au Gabon. Des militaires annoncent la dissolution des institutions. Ali Bongo, président du pays depuis 2009, avait été réélu quelques heures plus tôt avec 64% des voix. Nouveau putsch sur le continent africain, quelques heures après la réélection d'Ali Bongo à la tête du Gabon, annoncé ce mercredi 30 août au milieu de la nuit. Un groupe d'une douzaine de militaires a annoncé dans un communiqué lu sur la chaîne télévision Gabon 24, abrité au sein de la présidence l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République, du gouvernement à l'Assemblée nationale en passant par la Cour constitutionnelle. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a depuis été placé en résidence surveillée. Il est entouré de sa femme et de ses médecins, ont précisé les putschistes. L'un de ses fils a été arrêté pour haute trahison. BFM TV, Gabon, ce qu'on lançait du coup d'État contre Ali Bongo, initié par des putschistes, par des militaires.
Une dizaine de militaires ont annoncé ce mercredi matin, lors d'une allocution télévisée, mettre fin au régime en place et avoir placé le président Ali Bongo Ondimba en résidence surveillée. Ce mercredi, aux alentours de 3h du matin, un groupe d'une dizaine de militaires ont pris la parole à la télévision gabonaise. Ils ont annoncé leur volonté de mettre fin au régime en place dans le pays. Un coup d'État annoncé peu de temps après la proclamation d'un nouveau mandat pour Ali Bongo, à la tête du pouvoir depuis 14 ans. 20 minutes. Gabon, après un coup d'État, Ali Bongo en résidence surveillée et son fils arrêté. Un groupe d'une douzaine de militaires gabonais a annoncé mercredi l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République. L'Alsace, Gabon, la France condamnent le coup d'État militaire qui est en cours. Après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo, des militaires ont déclaré ce mercredi matin mettre fin au régime en place. Des coups de feu ont été entendus à Libreville, la capitale. Agence Anadolu, coup d'État au Gabon, la société française Eramu suspend ses activités minières. Toutes les opérations de Comilog et Cetrac ont été mises à l'arrêt. Le journal Le Monde, après le coup d'État au Gabon, le général putschiste annonce qu'Ali Bongo est mis à la retraite. Le Monde a pu joindre Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine du Gabon, qui pourrait devenir le nouvel homme fort du pays alors que le président est en résidence surveillée. TV5 Monde, Gabon, la France condamne le coup d'État militaire qui est en cours, affirme le porte-parole du gouvernement. La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours du Gabon, a annoncé ce mercredi 30 août le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, en indiquant que Paris surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation. La diplomatie française réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté, a ajouté Olivier Véran lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres. Environ 400 militaires français sont encore déployés en permanence dans le pays, dont certains dans la capitale Libreville, selon le ministère français des armées. Ces forces permanentes, dites prépositionnées, participent à la protection des ressortissants français, se tiennent prêtes à venir en renfort d'opération et coopèrent avec les armées nationales gabonaises et le pays voisin, comme le Cameroun, pour des exercices ou encore des formations. L'association demande que les éléments français au Gabon, EFG, ne répondent pas à une éventuelle demande d'Ali Bongo, auquel Emmanuel Macron a rendu visite à Libreville 5 mois avant le scrutin. Alors qu'un peu partout en Afrique francophone, la présence de l'armée française est décriée, l'association Survie appelle une nouvelle fois Paris à annoncer un agenda clair et de court terme de retrait militaire complet du continent. Ali Bongo avait été élu en 2009 après la mort de son père Omar Bongo Ondimba, qui avait dirigé le Gabon pendant plus de 40 ans. Omar Bongo était l'un des plus proches alliés de la France dans l'ère postcoloniale et Ali un habitué à Paris, où sa famille possède un vaste portefeuille immobilier qui fait l'objet d'une enquête de la part des magistrats anticorruption. Emmanuel Macron s'était lui rendu au Gabon en mars dernier à l'occasion du sommet sur les forêts, une visite perçue par certaines personnalités de l'opposition comme un soutien à Bongo avant la présidentielle. Lors d'un discours à Libreville, le président français avait toutefois nié toute ambition d'intervention en Afrique, affirmant que l'ère de l'ingérence était révolue. L'Akilhat Dalloula.
شكرا لك زميلي ناصر على هذه الإحاطة. شكرا لكم مشاهدينا، بهذا نكون قد ختمنا معكم هذا الجزء الأول من تغطيتنا المتعلقة بالحدث في الجابون والمتعلق بالانقلاب العسكري هناك. مستمرة تغطيتنا هذه مع الزميل سمير خالدي في الساعات المقبلة. متابعة طيبة نرجوها لكم جميعا، إلى اللقاء.